هل سبق لك أن مررت على أحد الكباري أو المباني وفكرت في الشركات التي عملت على بنائه؟ هؤلاء الشركات هم أبطال حقيقيون يعملون بجد في الظل لضمان سلامة الجميع وتقدم المجتمع. إحدى هذه الشركات هي شركة الشاطر للاستقالات والشدات المعدنية، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع وتركيب وبيع جميع أنواع الاستقالات والشدات المعدنية. تأسست الشركة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال في مصر، سابقة أعمالنا من كباري ومحطات مياه وكهرباء ومباني إدارية وسكانية تظهر وتؤكد خبراتنا وبراعتنا في مجال الاستقالات والشدات المعدنية بشهادة عملائنا السابقين والحاليين. تمتلك شركة الشاطر فريقاً من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة لتوفير حلول متكاملة لمشاريع البناء. تلتزم الشركة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء المختلفة. تشمل منتجات وخدمات الشركة ما يلي: تصنيع وتركيب جميع أنواع الاستقالات والشدات المعدنية، بما في ذلك الاستقالات التقليدية والمعلقة والمتحركة وقوالب الصب، إيجار وبيع وتركيب جميع أنواع الاستقالات والشدات المعدنية، تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للاستقالات والشدات المعدنية، خدمات المكتب الفني والاستشارات الهندسية وخدمات الإشراف على المواقع. بالإضافة إلى منتجاتها وخدماتها عالية الجودة، تلتزم شركة الشاطر بدعم المشاريع القومية وزيادة صادرات السوق المصري وتقليل معدل البطالة وتشجيع الشباب على العمل. إذا كنت تبحث عن شركة متخصصة في مجال الاستقالات والشدات المعدنية، فإن شركة الشاطر هي الاختيار الأمثل لك. تواصل معنا الآن، معاً نبني المستقبل.